تشافي والكرة وجول جول هدف ثالث لبرشلونة. ما يميل الكلام، الضربة الحرة المباشرة، التسديد المباشر من الله. نعم استاذ ثالث كان يفكر المركز الأول يمشي الهجوم الثاني من ليو ميسي. هذه بنتو أفكاري بكرة هي قمة أشعاري وهدف من أجل تذكاري. الله عليك يا ابن ميسي والله منك. 10 minutes to go. Barcelona in desperate need of a goal. They go for the unbelievable. Magic. Harkin, he scored from that angle. Harkin, Messi. Everybody thought it was going to be Xavi. And Messi left foot. What a goal. My word, Rob. What a goal that is. من اجل العوده ادي امامنا ميسي في مرمى اسبانيول. ادي ميسي وادي امامنا هنا ميلان اوفا. لم يكن لاعبا مشهورا النهارده، الكاميرات بتتركز عليه، هو المساعد في برشلونه بيه ميسي هنا في سانتياغو يسدد جول جولاتو جولاتو جولاتو. ليو الوحش ميسي، ليو الغول ميسي. لا من 10 ضد 11، لم اعتقد يوم من 10 ضد 11. انكر ويابل انكريديبول يا ليو، مش ممكن المسافة. ليو يصدق جول جول. العب يا سيد اللاعبين، هو سيد اللاعبين، مرعب كل الحراس والمدافعين، هو جوهرة الأرجنتين. هذه هي مشاهدينا الكرام أقدام الدنيا. يسار الحارس إيكركاس يعز ليو جول 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 جول. أسطر يا ستار، والكرة كما قلت على اليسار، هو مرعبهم، هو مخوفهم. نجم الكرة الأرجنتينية يا سادة، وهدف العادة ليون. إذا ماركوس روخو الإصابة وشارك كامبانيارو وكرة على الأرض. جول جول جول. مش ممكن ميسي، مش معقول، غير معقول ما يفعله هذا الولد من خارج الكوكب، من خارج المجرة أصلا. 14 هنا ميسي، ميسي خلاص علقها ميسي ووصل إلى الهدف رقم 301. خلاص حطها له، خلى حارس المرمى. ميسي from 25 off the fingertips and in. Jackpot! Barca's in front. Almost as if scripted. This time it was more than just his presence. It's the quality of his strike. Lionel Messi has calculated everything on this free kick. He's picked out the perfect spot away. Leo Messi. Oh, magnificent goal. So well hit, but the goalkeeper saw the direction of it. Seen him do it on so many occasions. It's the perfect range for him. Bergin from beyond the post. You can see it starts a couple of yards outside the post. هذا أزمة الأمور وهناك أزمة، ولكن ميسي
يخلص يخلص ميسي ويمسي في هذه اللحظات. إذن هو البارسا، البارسا يمرض ولكن لا يموت، والبارسا يعود في ايه؟ في دقيقتين، هدف التعادل في الدقيقة 72 ثم هدف ميسي. ميسي feigned net. Pick your poison. It's Messi. He did it, and it's goal. It's Magico. Tell Mozada has some company. Messi's on the board. Left foot. Stratovarius hits the Swedish Nord from Leo here. Sublime. Four in the wall. Over the wall, and it trickles home off the fingertips of goal. It's a spectacular free kick in Maybuk. Astonishing from Messi. Gets his angle dead right, and Gorka Irazos sees this coming.